وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية، الحرس الثوري يقول إن قادة الحشد كانوا إلى جانبنا إبان الحرب العراقية الإيرانية، والخارجية الأمريكية تقول إن إيران نقل صواريخ باليستية إلى جهات وصفتها بالخبيثة في العراق. هل هو تلميح لتورط ميليشيا الحشد في إخفاء هذه الصواريخ أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. كل العراقيين يعرفون، بل والعالم أيضا لمن يريد أن يطلع يعرف أن هؤلاء الإرهابيين الذين يتبوؤون مراكز حكومية ومراكز برلمانية ويتبوؤون مواقع في قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية كانوا من ضمن عملاء الحرس الثوري الذين قاتلوا ضمن ميليشياته ضد العراق إبان الحرب العراقية الإيرانية التي شنها العدو الإيراني على العراق لثماني سنوات، ورفض التوقف بها والاستجابة للقرارات الدولية. أما الإعلان الأمريكي فنعم، هو ربما يكون مقدمة لسلسلة من الإجراءات التي ينتظرها كثير من العراقيين حول قصقصة أجنحة الميليشيات الإيرانية التي تتحكم بالعراق بشكل كبير. الخارجية الأمريكية تقول أن هذا التعاون الوثيق بين الطرفين، أي ميليشيا الحشد وإيران، هو خرق للسيادة العراق. يعني ما هو رأيكم بهذا الأمر؟ الولايات المتحدة تعرف جيدا من يخرق سيادة العراق، وفي الحقيقة لا توجد سيادة للعراق المحتل منذ عام 2003، المحتل أمريكيا وإيرانيا. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في الحفاظ على سيادة العراق، أقصد الإدارة الأمريكية الحالية التي لم تشترك بعملية الغزو ولم ترضى به، لو كانت جادة في هذا المجال لقامت يعني إنهاء هذه المأساة التي يعيشها العراقيون، هذه المأساة بعدم وجود حكومة حقيقية تعبر عنهم، المأساة التي تتمثل أيضا بهذا الكم الهائل من الميليشيات التي تتحكم بشؤونهم، المأساة المتمثلة بالفساد الهائل الذي يعصف بكل جوانب الحياة في العراق. هذه كلها عوامل تنتقص من السيادة العراقية، وكما قلنا أن السيادة العراقية غير متوفرة بسبب الاحتلال المستمر أمريكيا وإيرانيا منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003. النظام الحالي أو السلطة في بغداد يعيب على النظام السابق أنه لم يمتثل إلى الأوامر الدولية، ما جعل العراق يعيش في فترة عقوبات. واليوم نحن في ظل هذا التعاون بين إيران وبغداد، سيفتحون الباب لعقوبات أمريكية جديدة على العراق. كيف سيفسرون هذا الأمر؟ العقوبات التي استمرت على العراق منذ عام 1990، بل وتحديدا منذ خروج العراق من الكويت في مطلع عام 1991، كانت عقوبات بالإرادة الأمريكية التي فرضتها على العراق دون وجه حق، خصوصا بعد انسحاب العراق من الكويت. الهدف كان تدمير القدرات العراقية وإلحاق أكبر الأذى في الشعب العراقي. أما العقوبات الحالية التي تشنها أو يعني تفرضها الولايات المتحدة على إيران، فهي عقوبات لمنع إيران من استخدام أذرعها الإرهابية في نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وفي العالم. ميليشيا الحشد باتت مخرطة بشكل كبير في الاقتصاد العراقي بعد قرار الولايات المتحدة اليوم بعدم تجديد إعفاءات تصدير النفط الإيراني للدول المستثناة من العقوبات ومنها العراق. هل تعتقدون أن ميليشيا الحشد ستكون الحديقة الخلفية لإيران للتهرب من هذه العقوبات؟ العراق الذي تتحكم به عصابات الحشد الشعبي هو النافذة الأساسية التي أو الرئة الأساسية التي تتنفس في منها الإدارة أو الحكومة الإيرانية لاستمرار
عملياتها الإرهابية وتمويل أنشطتها الإجرامية حول العالم. وبالتالي فإن العراق الذي يعمل على ربط اقتصاده مع الاقتصاد الإيراني والمباشرة يعني رفع التبادل التجاري، والحقيقة هو ليس تبادل تجاري، هو نعم استيراد من طرف واحد من العراق، من استيراد العراق من إيران، هو محاولة لضخ مزيد من الدماء في الاقتصاد الإيراني المتدهور بسبب، ليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية، وإنما بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية وبعثرة الأموال الإيرانية على هذه الأنشطة حول العالم. كان معنا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.